يجدد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يوم 7 اكتوبر الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2025. بيستضيف منتخب مصر منتخب موريتانيا يوم 11 اكتوبر، ثم يسافر لخوض لقاء الجوله الرابعه من تصفيات امم افريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر. وحدد الجهاز الفني يوم 13 أكتوبر موعدا للسفر على متن طائرة خاصة إلى موريتانيا لخوض مباراة الإياب. منتخبنا الوطني فاز في أول جولتين على منتخب كاب فيردي 3-0 وعلى بوتسوانا 4-0، ويسعى للفوز على موريتانيا لضمان التأهل إلى النهائيات اللي بتستضيفها المغرب في 2025. من ناحية ثانية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم أنه يعقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد يوم 10 ديسمبر المقبل. ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي بيرغب في تجنب المنافسة والمزايدة على ضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تلقيه عروض من ويست هام ونوتنغهام فورست. وأكدت التقارير أن ليفربول بحاجة مسألة خدمات لاعب زي عمر مرموش، خصوصا بعد تألقه الأخير وتصدره لجدول أهدافي الدوري الألماني متقدما على هاري كين برصيد 6 أهداف في 5 مباريات فقط. وشدد التقرير على أن مرموش قد يكون إضافة مفيدة في حالة بقاء صلاح مع ليفربول. كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية أن النجم الإسباني المخضرم لاعب برشلونة السابق أندريا إنبيستا صاحب الـ40 عام قرر اعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية عقده مع نادي الحالي الإمارات الإماراتي. وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي يوم 8 في شهر أكتوبر الجاري، وهو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب في مسيرته مع برشلونة في أكثر من فريق آخر بالإضافة إلى المنتخب الإسباني. تعالوا نروح لكريستيانو رونالدو اللي أكد بأنه لم يعد مهتما بالصراع على لقب الأفضل، وأنه هدفه الحالي يقدم أفضل ما لديه في الملعب وخدمة الفريق. يعني زهد في الحياة. رونالدو صاحب 39 عام قال في مؤتمر صحفي بعد الفوز على الريان القطري امبارح ضمن منافسات دوري ابطال اسيا للنخبة ان المباراة كانت قوية وصعبة زي باقي مباريات دوري ابطال اسيا، واكد انه ما بقاش مهتم يكون الافضل، وانه الاهم بالنسبة له دلوقتي انه يستمتع بالمباريات وانه يساعد زملائه على تحقيق الفوز. رونالدو قال كمان انه معتاد على تحطيم الارقام القياسية وما بقاش دلوقتي بيدور عليها، وانه عارف انه لم يتبقى ليه سنوات كتيرة في كرة القدم، عشان كده هو ما بقاش مهتم ان هو يقدم افضل ما لديه في الملعب. الحقيقة يعني رونالدو من حقه يقول الكلام ده، لانه خلاص يعني الراجل مقفل اللعبة كلها، فتقريبا يعني 14 سنة صراع مع ميسي في الافضل على كل الالقاب، يعني خلاص هو بالنسبه له مقفل اللعبه كلها، فيبتدي بقى يستمتع بلعب الكوره ويقدم افضل ما لديه ويعمل اللي هو عايزه. هو مقفل اللعبه وما افتكرش ان هيجي تاني زي كريستيانو رونالدو فيعمل اللي هو عايزه يعني.